بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور نزيه سليمان من صفحة مانجمنت السمنودي، الصفحة الأولى على الفيسبوك للخدمات العلمية. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم في المحاضرة الرابعة من المستوى الاحترافي للتفريق بين الأثر الأصلي والمقلد. النهاردة بإذن الله المحاضرة بتاعتنا دسمة شوية، بس هنحاول نكون في إيجاز بصورة لا تخل بالمعنى بقدر الإمكان إن شاء الله. هنتكلم بإذن الله النهاردة، أو هننتقل النهاردة بإذن الله للتماثيل بقى الحجرية، ونشوف بقى التماثيل سواء كانت من الحجر أو المعدن هنشتغل معاها إزاي، ونبدأ بقى ندخل في الآثار واحدة تلو الأخرى، وهنتكلم إن شاء الله بإذن الله إزاي نميز بين كل منها سواء كان أصلي أو مقلد وبصورة صحيحة، واعتماد يعني مش هنقول بنسبة 80%، لا خليها مثلا بنسبة 70%، نعتمد على ان احنا يكون عندنا عين مجردة تقدر تحكم بصورة كبيرة جدا على مدى صحة الاثر من عدم. دايما يا جماعة في مجموعة من الطرق هنشوفها ان شاء الله ونتكلم عنها، لكن بعد ان نعرف ما هي اهمية الخبرة الفنية في الامر ده او التفريق بين الاثر الاصلي والمقلد. طبعا يا جماعة في صور كتيرة زي ما اتكلمنا وقلنا نقدر من خلالها ان احنا نعرف مدى صحة الاثر او مدى قدم الحجر، وكلها اساليب علمية زي الاساليب الكيميائية والحاجات اللي احنا هنتكلم عليها فيما بعد، لكن دايما احنا عايزين ننمي الخبرة الفنية بتاعتنا. وليه الخبرة الفنية ليها اهمية كبيرة؟ ليه مجموعة من الاشياء. اولها ان التماثيل الحجرية يا جماعة هي اكثر انواع الاثار انتشارا، اكثر انواع الاثار انتشارا سواء كانت اصلية او مزيفة، سواء كانت اصليه او مزيفه. نقطه رقم 2 ان في كثير من الاثريين بيجدوا صعوبه بالغه في تحديد نوع الاثر من ناحيه الاصاله او التزييف او التقليد. ليه يا جماعه؟ ده ياخدنا لنقطه رقم 3 وهي التشتت الذهني للخبير الفني الذي يقوم بمعاينه الاثر لكثره المواصفات التي يطرحها في راسه للقطعه الاصليه قبل معاينه الاثر. يقعد يقول لازم الاثر الاصلي يكون فيه 1 2 3 4 5 6 لحد ما يعد لحد مليون وصف لازم يكونوا موجودين في الاثر علشان يكون اصلي، رغم ان احنا هنشوف خلال الدوره ان في بعض التماثيل فيها اخطاء فنيه واضحه ورغم كده هي اصليه. وعلى النقيض ممكن نلاقي مجموعه من التماثيل فيها مجموعه من المواصفات، فيها مجموعه من المواصفات اللي هي مواصفات الاصاله ورغم كده هي مزيفه. واحنا لما نقول مجموعه معنى كده ان مهما كان صنعة او دقة الصانع الموجود حاليا اللي يقوم بتصنيع الاثر المقلد ده او المزيف، مش عايز اقول من المستحيلات، لا ده هو حاجة اكبر من المستحيلات ان هو يقدر يصل الى تمثال فيه المواصفات الفرعونية او المواصفات بتاع الاثر الاصلي. بعد كده يا جماعة هنتكلم زي ما قلنا احتواء بعض الاثار على الاخطاء الفنية، اهمية التماثيل كجزء اساسي في المقبرة. التمثال يا جماعة لما بيكون موجود داخل المقبرة، مش داخل المقبرة بس حقيقة، لا كمان في المعابد، بيبقى ليه صفة او ليه وظيفة اساسية بتضمن مجموعة من الاشياء. لما نيجي نتكلم عن التماثيل مثلا في المقبرة بيضمن تواصل الروح بالجسد، بيضمن وصول القرابين للمتوفي، وكمان بيضمن استمرار الطقوس الجنائزية وغيرها طبعا من وظائف التمثال داخل المقبرة. كمان التماثيل داخل المعبد بتبقى ليها اهمية كبيرة، خاصة تماثيل المعبود الذي أقيم هذا المعبد لعبادته. كمان المعابد الجنائزية، التماثيل موجودة في المعابد الجنائزية ليها وظائف، من أهمها طبعا اللي هي ضمان استمرار الطقوس الجنائزية للمتوفي أو وصول القرابين لروح المتوفي. أشياء كثيرة يا جماعة التماثيل أو التمثال ده بيكون مفيد فيها ومهم فيها، وهو جزء كبير جدا من العقيدة الدينية للمصريين القدماء، جزء لا يتجزأ ولا يمكن التغاضي عنه أو لا يمكن إهماله، جزء مهم جدا في العقيدة المصرية القديمة بيلعبه أو دور كبير جدا بيلعبه أو بتلعبه التماثيل في طبعا بمختلف الأنواع سواء كانت حجرية أو تماثيل معادن. واللي هيبص ويتطلع ويتبحر في الديانة المصرية القديمة هيجد أن التمثال ليه وظائف مهمة جدا كمان. طيب لما أجي يا جماعة أقول ازاي افصل في صحة الاثر من عدمه بصورة اصلية، سواء كان الاثر ده بقى تمثال او غيره، ازاي افصل في صحته من عدمه. اولا عايزين نوضح ان هناك كثير من الطرق الكيميائية والطرق التحليلية اللي ممكن من خلالها نعرف مدى اثرية المادة الاثرية الموجودة معايا، اعرف مدى قدمها واثريتها، هل هي فعلا مادة قديمة جدا ولا مادة حديثة
في بقايا ممكن تبقى بقايا من الوان او بقايا الكربونيه او بقايا فحميه موجوده على سطح الاثر، ممكن تدلني هل الاثر ده حديث ولا اثر قديم، خاصه اذا كان الاثر ده يا جماعه من المواد العضويه مثلا كان من الاخشاب او كده، فده ممكن سهل جدا ان انا اعرف مدى قدم هذا الاثر، ومدى طبعا القدم بتاعه ده هيدلني على مدى اثريته. مثل الكربون المشع 14 والتحليل الفحمي والتحليل الطيفي والاشعه السينيه والتحليل طبعا النيتروني او التنشيط النيتروني وغيرها من الطرق. لكن احنا هدفنا في الدوره يا جماعه مش ان احنا نعرف الطرق دي واعرف المعامل بتشتغل فيها ازاي او المعمل بيعمل ايه او الكربون المشع 14 ده بيشتغل ازاي، رغم ان احنا ان شاء الله هنحط محاضره، هنفك محاضره في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيها عن الحاجات اللي هي الطرق دي بتشتغل ازاي او بيستخدموها ازاي واهميه الطرق دي، هنعمل محاضره ان شاء الله ونرفقها ان شاء الله في في الفيديو الجاي، هنرفق فيه المحاضره بشكل بي دي اف. طيب الهدف هنا من الدوره بتاعتنا ان احنا نرفع الكفاءه او كفاءه العقل الاثري، وان احنا نرقي الخبره الفنيه للاثر والاثري، وده هو يا جماعه الهدف الاسمى بتاعنا. هناخد سؤال ونقول ما هي انواع الصخور والمعادن اللي لازم اكون عارفها والتي صنع المصري القديم منها تماثيل وادواته المختلفه؟ ايه هي انواع الصخور والمعادن اللي انا لازم اعرفها واكون ملم جدا بشكلها، التكوين الجيولوجي بتاعها، الوانها ايه، الحجر ده مثلا حجر جرانيت مثلا ايه الالوان الموجوده منه وايه الالوان اللي استخدمها المصري القديم وايه الالوان اللي ما استخدمهاش، المعادن الوانها ايه، حتى المعدن لما بيلم صدأ بيبقى لون الصدأ ده ايه. طبعا هنرفق محاضره او مقاله كامله بي دي اف خاصه بصفحه مانيتون السمنودي، هتكون ان شاء الله الرابط بتاعها اسفل الفيديو، يعني انزل اسفل الفيديو في الوصف هنلاقي فيه رابط لتحميل ملف بي دي اف، وهنلاقي كمان رابط لفيديو هنلاقي فيه صور الاحجار دي عشان تبقى عندي عيني تقدر تشوف الحجر وتقدر تميز بين انواع الحجر، خاصه ان هلاقي مجموعه من الاحجار ليها نفس اللون، مجموعه من الاحجار ليها نفس اللون لكن طبعا الخصائص الفلزيه بتاعتها او الخصائص بتاع اللون او الملمس او الحجر طبعا الخصائص هنلاقيها مختلفه، ولاقي الحجر ده ليه طبيعه خاصه بيه ولاقي الحجر ده ليه طبيعه خاصه بيه، والمعدن ده مثلا الفلزي له طبيعه خاصه بيه والمعدن ده ليه طبيعه اخرى مخالفه لطبيعه المعدن التاني. طبعا ده هنشوفه ان شاء الله في الملف البي دي اف المقاله البي دي اف المرفقه، هنلاقي كل انواع الحجاره وكل حجر متكون من ايه بالظبط والوانه ايه، وهنلاقي فيديو وهنلاقي فيه يعني نقارن بين الصوره وبين الكلام المكتوب في المقاله، وده ان شاء الله هنلاقي الرابط بتاع الفيديو ورابط المقاله اسفل الفيديو ده في الوصف. لما انتقل لنقطه تانية وبعد ما هنشوف ونتعرف على انواع الاحجار والمعادن من المقاله اللي احنا قلنا عليها والمواد التي صنع منها المصري القديم ادواته، هنركز دلوقتي او هنبدا دلوقتي نتكلم في المحاضره دي ان شاء الله والمحاضره اللي بعديها وممكن اللي بعديهم كمان هنتكلم عن التماثيل الحجريه والتماثيل الخشبيه، تمثيل المعادن برضو هنتكلم عليها ان شاء الله بس في محاضرات بعد كده. لما اجي ابص للتمثال الحجري او التمثال الخشبي التمثال عامه لازم تكون عندي مجموعه من الخبرات ومجموعه من المعارف لازم اكون عارفها، ودايما اسال عقلي هذا السؤال، ماذا ينبغي علينا فعله عندما يكون امامنا الاثر الذي نريد معرفه مدى صحته من عدمه؟ ايه اللي هنعمله عشان نعرف الاثر ده اصلي ولا غير اصلي؟ هنا يا جماعه بيهمنا نقطتين، النقطه الاولى كيفيه التاكد من مدى صحه الاثر من عدمه، ازاي هتاكد ان الاثر ده اصلي ولا مش اصلي؟ دي النقطه الاولى يا جماعه اللي بيدور فيها خلاف كبير جدا بين علماء الاثار، طرق كثيره مستحدثه، طرق كثيره قديمه، طرق اخرى خاطئه، معلومات زرعها تجار السوق او الناس اللي هي ماشيه او خبراء السوق، الناس اللي هي بتقول انا خبير وانا مش عارف ايه هو مش عارف اي حاجه ومدرسه اي حاجه، بين لازم التمثال ما يكونش فيه اي غلط وكانه انسان يعني حاجه كده يعني غريبه ومواصفات غريبه بيحطوها لا علاقه لها ولا اصل لها ولا تمس للواقع باي صله. النهارده عايزين نعرف الاساليب العلميه الحقيقيه الصحيحه ازاي افرق بين الاثر الاصلي وبين المقلد. طيب بعد ما هتاكد من مدى صحته هخش في الامر التاني اللي بيهمني قوي، وهو انا بعد ما اتاكد من صحه الاثر ازاي
يمكنني كيف يمكنني أن أحدد إلى أي عصر ينتمي هذا الأثر، وكمان ممكن أحدد إلى أي أسرة ينتمي هذا الأثر. النهاردة بقى هنركز على النقطة الأولى في المحاضرة دي، ممكن كمان المحاضرة اللي بعدها واللي بعدها هنتكلم عن إزاي أتأكد من مدى صحة التماثيل من عدمه، مدى صحة التماثيل من عدمه، إزاي أحدد ده. هنيجي يا جماعة ناخد الفرق بين التمثال الأصلي والتمثال المقلد. هناخد النهاردة نقطتين، لكن نقطتين بيندمج تحتيهم مجموعة من العناصر، وطبعا خاصة الرقم اتنين هلاقي تحتيه مجموعة كبيرة جدا من العناصر، وهو أهم حاجة في ان اميز بين الاثر الاصلي والمقلد. يعني رقم اتنين ده لازم اكون حافظه حفظ كده كام. النهارده يا جماعه لما اجي اتكلم عن الاثر، فهبص فلاقي في اول فرق ان الاثر المزور خالي من الدقه، خالي من الدقه في النسب والملامح. طبعا معظم التماثيل الاصليه، معظمها مش كلها، ولازم نركز في الحته دي، معظمها وليس كلها. اذا تخيلت ان انا رسمت خط فاصل بيقسم التمثال نصفين طولا، يعني اجي في راس التمثال كده وبين العينين واعمل خط كده، لو انا تخيلت ان انا عملت خط كده هلاقي النصف اللي في اليمين بيشبه النصف اللي في الشمال تماما في معظم التماثيل وليس كلها، لان هلاقي بعض التماثيل فيها مجموعة كبيرة جدا من الاخطاء، سواء في العينين، سواء في الخصر، سواء في الاذنين، سواء في حجم الراس وتناسبه مع الجسم، وكل ده هناخده في الدورة. احنا مش هنسيب اي حاجة في الاثر الاصلي والمقلد، مش هنقولها في الدورة دي ان شاء الله. ده يا جماعة اول نقطة، ولازم وانا باخد اول نقطة كده يا جماعة هقول ان دي في المعظم وليس في الكل. يعني معظم التماثيل الاصلية لو تخيلت اني رسمت خط فاصل بيقسم التمثال نصفين متساويين هلاقي ان النصفين بتشابه تشابه تام، وكأن الخط اللي انا عملته ده مرآة بتعكس النصف اللي في اليمين او النصف اللي في الشمال، بتعكس النص قدامي، يعني اكن انا عامل مراية بشوف منها هو الموجود نصف واحد، بس انا بشوف الايه، بشوف انعكاسه في المراية. ده اول حاجة يا جماعة، وقلنا ان ده في المعظم وليس في الكل. لما اجي اتكلم يا جماعه عن النقطه رقم 2 وقلت بقى دي اهم حاجه عندي، هي راس التمثال يا جماعه. راس التمثال نظرا لصغرها اذا قورنت بحجم التمثال ككل، هلاقي ان كل ملامحها دقيقه، وكل ما كان الملمح دقيق تكتر الاخطاء وتظهر بصوره كبيره، وكل ما كان من الصعب على الخبير الفني انه هو يشوف الخطأ، وكل ما سهلت عليه ان هو يبرز صحة الاثر من عدمه. ازاي يبقى صعب عليا ان انا اشوف، وازاي يبقى سهل عليا؟ هقولك ازاي. لو انا تخيلت ان انا ماسك مثلا قطعة اشابتي صغيرة، حجم مثلا 4 سنتي، حجم الواجهة تبقى صغير جدا، يعني ممكن يكون مثلا سنتي الا ربع او نص سنتي. ازاي انا هعرف اشوف في النص سنتي ده؟ فهتبقى صعب عليا ان انا اشوف، لكن هيسهل لي جدا اذا ما انا مسكت مثلا عدسه مكبره وبصيت بيها على راس التمثال، على وجه التمثال، هبدا اشوف الاخطاء ظاهره جدا جدا. وعشان كده هنشوف لما اجي اتكلم عن الادوات اللي لازم تبقى مع الاثر، يعني العدسه دي مهمه جدا، لازم تبقى موجوده معايا. راس التمثال يا جماعه فيها مجموعه من الحاجات لازم اكون حاططها في 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 صورتي في في في, في ذهني او في الصوره الذهنيه بتاعتي دايما، ان هي لازم تكون موجوده. لما اجي اتكلم عن راس التمثال الاقي ان هي اكثر جزء في التمثال يمكننا الحكم منه على مدى صحه الاثر زي ما قلنا وعدمه، وهي الجزء الذي اهتم المصري القديم بعرضه بصوره واضحه تبرز عظمته وفنه الراقي. لكن لما اجي امسك التمثال بقى واجي عايز افنط الصحيح منه والمقلد، لازم اشوف اول حاجه وهم العينين. العينين يا جماعه لازم دايما يكونوا متماثلتان، لازم الاقي العينين زي بعضهم بالظبط، ولاقي ان نني العين هلاقيه واضح وصحيح ومتشابه في كلا العينين. هلاقي ان نني العين لازم يكون واضح وفي وضعه الصحيح، ولازم يكون متشابه في كلا العينين، يعني الاقي نني العين في الوضع هنا زي الوضع اللي في العين التانية. لازم اكون مركز جدا، وعشان اتكلم هاخد معايا صورة كده نبص على حجم العينين فيها او شكل العينين فيها، ونشوف الشكل ماشي ازاي وعامل ايه. عشان طبعا التمثال ده من التماثيل الرائعة جدا من الحجر الجيري البلوري، انا بعشق التمثال ده جدا،
لما بصوا يا جماعة نشوف التمثال، شايفين وضع عينين العين موضوع ازاي، في وضع شايفين العينين متماثلتين ازاي. ده يا جماعة اللي لازم دايما اكون ببص عليه في التمثال، ولازم اكون مركز دايما عليه، اشوف حجم العينين. وشايفين يا جماعة كل ده هنتكلم عليه ان شاء الله، لكن احنا دلوقتي هنركز على العينين. شوف العينين متماثلتين ازاي، وشايفين ان العين في الوضع الصحيح بتاعه وفي وضع متماثل في كلا العينين. لما اجي اخش النقطة اللي بعد العينين هلاقي يا جماعة الحاجبان، هحس كده بالقوة في رسم الحاجبين. مش هلاقي الحاجب كده حاجب مقطع، يعني حتة ظاهرة منه وحتة غير ظاهرة. طبعا مش الظهور اللي هو مثلا ممكن الاقي مثلا قطعة متهالكة واتكلم عليها، لا. لو التمثال مثلا القطعة اللي قدامي مثلا قطعة كاملة، وانا شايف ان الحجر ما تأثرش مثلا بعوامل البيئة او حصل فيه تهتكات او كده، لازم الاقي الحاجبين قويان والاقيهم بارزان، وهلاقيهم في الحاجبان يمتدان مع طول صحبة العين اللي هو موضع الكحل، وهنشوفه دلوقتي ان شاء الله برضو في راس التمثال، وهلاقيهم متماثلان تماما طولا وعرضا. هلاقي الحاجبين زي بعضهم في الطول والعرض. لما اجي ابص للصوره بتاعت التمثال معايا، شايفين يا جماعه الحاجبان، شوف ماشيين ازاي، وشايفين الحاجب ماشي مع سحبه العين اللي هو وضع الكحل، شايفين ازاي. ما الاقيش ده اطول من ده، لازم برضو كده الاقي الحاجبين زي بعضهم متماثلين، والاقي كل حاجب ماشي مع سحبه العين او سحبه الكحل بتاعت العين. ما الاقيش مثلا الحاجب لحد هنا والاقي سحبه العين الكحل ده موجوده لحد هنا كده بس، لا، لازم يكونوا متماثلتين، ولازم يكونوا ايه، ماشيين مع بعضهم بالتمام. لما اجي اتكلم عن النقطه اللي بعد كده هلاقي الانف مستقيم وواضح ومتناسب مع حجم الوجه، يعني ما الاقيش حجم الانف صغير جدا لا يتناسب مع حجم الوجه، ولا كبير جدا لا يتناسب مع حجم الوجه، ولاقي الفتحتين بتاع الانف متماثلتين تماما. يعني الاقي الانف مستقيمه، شايفين الانف ماشيه ازاي مستقيمه، مفيش اي نعوج فيها، هنلاقي فتحتين الانف متماثلتين مع بعضهم، وشايفين طبعا حجم الانف متناسب مع حجم الوجه، لا هو اللي صغير عن حجم الوجه ولا هو اللي كبير عن حجم الوجه. وطبعا دي حاجه لازم اكون حاططها في اعتباري وانا بشوف الكلام ده. هلاقي كمان يا جماعه الفم متطابق، الاقي الشفتين بتاع الفم متطابقتين ومغلق، وبينه وبين باقي الوجه تناسب، في تناسب بين الفم والوجه، والاقي المنطقه اللي هي المنخفضه بتاع الشنب اللي هي بتقع تحت الشنب الاقيها موجوده وظاهره في الوجه زي ما نشوف دلوقتي. ادي المنطقه المنخفضه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتبقى تحت الشنب، لازم الاقيها موجوده كده. وشايفين الفم متطابق، وشايفين الفم فيه تناسب بينه وبين حجم الوجه، شايفين الفم في تناسب بينه وبين حجم الوجه، ما مش كبير قوي الفم ولا صغير قوي، مش متناسب مع حجم الوجه. وشايفين الفتحه الصغيره دي او المنخفض الصغير ده اللي هو بيكون موجود تحت الشنب في الانسان الطبيعي، شايفينه موجود ازاي في التمثال. لما اجي ادخل بقى الحاجات اللي بعد كده برضو في الراس، هلاقي الودنين او الاذنان لازم يكون متماثلتان، هلاقي الودنين او الاذنين متناسبتان وفي بينهم تناسق مع الجسم او تناسق مع حجم الوجه، وهنلاقيهم غير ملتصقين بالرأس من الخلف زي الودن بتاعتك العادية كده تماما، الا اذا كان التمثال طبعا بيرتدي الباروكة بتاع الشعر المستعار، فهنلاقيه ايه، هنلاقيه في التصاق بين الاذنين والباروكة طبعا، لان ده شعر مستعار موجود او غطاء. طبعا لو كان التمثال بيرتدي ايه، الباروكة او غطاء رأس من اي نوع او تاج يصل للاذنين، لو هنلاقي تاج مثلا زي تاج مثلا الجنوب بيصل للاذنين هنلاقي فيه تناسق بينه. ولابد من معرفة انواع التيجان برضو، دي لازم اعرفها وصورتها الحقيقية من حيث التركيب والشكل والطريقة واللبس، وده برضو ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عنه بصورة موضحة ان شاء الله ومفصلة. خلاص تبقى عندي الاذنين، وهنبص كده بصة على الاذنين في التمثال اللي معانا، شايفين التناسب، شايفين هنا الـ الـ مش الـ التمثال الاذن من فوق قريبه، لكن شايفين من تحت في تباعد بينها وبين الغطاء بتاع الراس، شايفين التاج في وضعه الصحيح طبعا، وشايفين في تناسب في الشكل، وشايفين الاذنين طبعا بحجمهم الطبيعي، وفي تناسب بينهم وبين حجم الوجه، وفي تناسب بين حجم الوجه ككل وحجم الجسم. الحته اللي بعد كده يا جماعه والنقطه اللي بعد كده الخدان، هلاقي ان في تناسب الخدان مع حجم الوجه، هلاقي في تناسب بين الخدان ومع حجم الوجه كله، والا يكون بارزين بصوره تشوه التمثال. ما الاقيش الخدين دول بارزين بصوره
تشوه تمثال ولا منخفضين برضو بصورة ملفتة. يعني ما لاقيش الخدين لاقيهم بارزين بصورة تشوه تمثال ولا هم منخفضين بصورة بصورة تخل بشكل تمثال او صورة ملفتة، لكن يكونان متماثلان تماما ومتشابهان ومتناسقتان مع حجم الوجه ككل، ووضعهم لازم يكون الوضع الصحيح او الوضع الطبيعي. لما اجي ابص كده شايفين يا جماعه ادي الخدين، وشايفين التناسب الموجود بينهم، وشايفين ولا هم منخفضتين بشكل يشوه التمثال ولا هم بارزتين برضو بشكل يشوه الوجه او بشكل ملحوظ. ده يا جماعه الخدان. الدقن يا جماعه، الذقن دي حاجه يعني بتبقى موجوده في معظم التماثيل، طبعا خاصة تمثيل الرجال لازم تبقى متوفرة فيهم، وعارفين ان في بعض النساء ظهرت برضو بالذقن المستعار زي حتشبسوت. لابد وان تكون الذقن متساوية ولا يوجد فيها ميل عن باقي اجزاء الوجه، يعني ما لقيش الدقن مثلا ميلة في الشمال كلها والوجه مثلا كله مستقيم مثلا، لا لازم تبقى متساوية ولازم تكون واضحة ومتناسبة مع حجم الوجه. خلاص، وننظر هل يرتدي التمثال ذقن مستعارة ولا لا، وهل هي الدقن دي متناسبة مع الوجه ولا لا، وكمان لازم نعرف انواع الذقن المستعارة ومتى استخدمت. لازم اعرف الدقن المستعارة امتى ظهرت، في عندي اكثر من نوع للذقن المستعارة وهنتكلم عنهم ان شاء الله خلال الدورة. لازم اعرف الدقن المستعارة دي هل هي فعلا كانت موجودة لما انا اعرف عصر صنع التمثال او اتعرف عليه زمان، شوف اتعرف عليه ازاي. هل الذقن المستعارة دي كانت مستخدمة في الدولة الحديثة؟ ما كانتش مستخدمة، كانت مستخدمة في الأسرة الـ 12 أو في الأسرة الـ 16، كانت مستخدمة في الأسرة دي أو في الأسرة دي. إمتى استخدمت الذقن المستعارة؟ وهل تتناسب مع الوضع الفني للتمثال ولا ما تتناسبش؟ من هنا نقدر نحكم هل هذه الذقن كانت بتستخدم في الوقت ده أو هذه المدرسة أم لا، ونعرف هل التمثال ده أصلي ولا مقلد. وهنبص دلوقتي على حجم الذقن، شايفين يا جماعة في تناسب بين حجم الذقن وحجم الوجه ومع حجم الصدر برضو، وشايفين في تناسب موجود بين الوجه وبين حجم الذقن وبين شكله، ومفيش ميل في حجم الذقن يشوه التمثال او يضر بشكله الجمالي. بعد كده يا جماعة الراس من الخلف، الراس من الخلف لابد من وجود تناسق كبير في حجم الراس من الخلف ولا تكون مائله في اتجاه معين. يعني الحجم من الخلف كده في تناسق فيها ومظبوطه، مفيش فيها ميل لا شمال ولا يمين، ولا رفيعه من جانب وغليظه من الاخر، او حجم الافه اطول من الرقبه. يعني مفيش حجم الافه من ورا ظاهر اطول من حجم الرقبه من الامام، لا هتبقى في تناسق بين الاثنين. الرقبة يا جماعة لا تكون طويلة ولا قصيرة، بل بتتناسب تماما مع حجم التمساكة كله وحجم الوجه بالأخص. بعد كده يا جماعة نعمل التدقيق جيد في الوجه، أبعد كده عن الوجه وأشوف أدقق فيه، وأشوف التدقيق بين حجم الوجه وبين القاعدة الخاصة بالتمثال والظهر، وهل يوجد أثر لاستخدام أدوات الحفر أو صاروخ قطع أو تلميع أو غيره. طبعا لازم أستخدم العدسه في كده وبص في الوجه، هشوف هل في مكان لازميل او صاروخ او ابره نحت، هل في اثر لكده. لو في اثر وخدوش ظاهره في الوجه ده يدل طبعا على ان التمثال غير اصلي وانه مزيف او مزور، زي ما احنا شايفين يا جماعه، وشايفين حجم الرقبه ماشي ازاي ومتناسب مع حجم الوجه ازاي، وشايفين الاذنين وشايفين الذقن وشايفين تناسب وقمه من الجمال في تحفه فنيه رائعه بتدل على مدى عظم الفنان المصري القديم الذي قام بصناعة او قام بعمل هذه التحفة الفنية. ده يا جماعة محاضرتنا النهاردة، وهنكمل ان شاء الله بإذن الله في المحاضرات الجاية ما هي باقي النقاط التي من خلالها اقدر احكم على مدى صحة الاثر من عدمه. قبل ما انهي الحلقة بتاعتي هبص واخد مجموعة من الصور هتوضح لي التمثال الاصلي والمزيف، وهشوف منها الاشكال بتاعه التمثال الاصلي بتبقى ازاي والمزيف بتبقى ازاي. هبص يا جماعه هنا، دي قطعه فنيه اهي او تمثال حديث واحد صنعه، وغالبا يا جماعه الماده اللي هو مصنوع منها هي ماده بلاستيك مضغوط، طبعا ده واضح من اللمعه اللي فيه، بتبقى ماده بلاستيك مضغوط، ولو عرضتها للسخونه او للنار دايما هنلاقيها بدا يسيح او كده. شايفين يا جماعه حجم الخدين؟ مفيش اي تناسب بينهم وبين بعضيهم،
شايفين يا جماعة العينين، عين نازلة فين وعين فين، شايفين مفيش اصلا وجود للحواجب، شايفين تقطع فيها، سحبة العين مش موجودة، شايفين ان العين هنا فين وشايفين ان العين هنا فين، شايفين الاذن هنا فين وشايفين الاذن هنا فين، شايفين الرأس او الغطاء اللي على الرأس اللي هو مصنوع، شوف عاملين عامل ازاي، شايفين حجم الرقبة من هنا اطول من هنا، طبعا غير اللغة والكلام اللي موجود هنا اللي هنتكلم عليه في المحاضرات الجاية، شايفين اصلا دي مش لغة، اللي هو باين هيروغليفي ولا عربي ولا هيراطيك ولا باين اي حاجة، يعني مجرد شوية رسومات مرسومة وخلاص على قطعة فنية او قطعة مصنعة لمحاولة تشويهها او تقليدها بالاثر الاصلي. لما اجي ابص هنا كمان على قطعة زي دي برضو، اشوف هنا يا جماعة العينين، شايفين الوضع بتاعهم ازاي، شايفين الحاجب معمول ازاي يا جماعة، شكل منخفض ازاي ومنحوت ازاي، مش بارز، شايفين مفيش سحب اصلا للعين ولا موجودة، شايفين الانف يا جماعة، شايفين فتحة الانف دي ضيقة ازاي وطويلة، شايفين دي متسعة ازاي، مفيش تناسب بين حجم الانف وحجم الوجه، شايفين الفم يا جماعة ازاي مفتوح وليس مغلق ومطبق، شايفين الذقن يا جماعة ماشية ازاي بميل، شايفين الذقن بتاع التمثال ماشية ازاي بميل، شايفين يا جماعة غطاء الرأس من هنا غير الوضع من هنا، مفيش تناسب بين غطاء او طرفي غطاء الرأس خالص، شايفين وضع التاج يا جماعة شايفين عامل ازاي، وضع خاطئ طبعا، شايفين الاذن هنا ملتصقة ازاي التصاق كامل، وشايفين هنا الاذن اصلا مش موجودة او مش ظاهرة او منخفضة بشكل يعني يدور بالمظهر الجمالي بتاعت القطعة الفنية. شايفين القطعة الفنية اصلا في الاخر هي قطعة لما نيجي نقيمها فنيا هنديها صفر فنيا، غير يعني مرضية حتى للذوق الجمالي، مش مرضية خالص. لما اجي هنا ابص كمان يا جماعة على قطعة فنية زي دي كده، وهبص على العينين اشوف العينين ماشيين ازاي يا جماعة، شايفين هنا في بروز رهيب في حاجب العين، شايفين البروز ده موجود ازاي يا جماعة، وشايفين الحاجب هنا عامل ازاي، وشايفين الحاجب هنا شكله ازاي، شايفين الانف مائلة ازاي، شايفين الذقن اصلا غير متناسقة وغير واضحة، شايفين الذقن ازاي اطول من غطاء الرأس وبارزة عنه بشكل كبير يعوق التمثال، شايفين يا جماعة كمان غطاء الرأس هنا غير متناسق، طبعا في حاجات في البطن والأطراف هنتكلم عليها إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية واللي بعد دي إن شاء الله بإذن الله تعالى. دي برضو قطعة فنية تانية مزهورة، شايفين يا جماعة الأذن هنا فين، شايفين الأذن وصلت لحد فين، يعني واحد أذنه أطول من رأسه، شايفين الأذن يعني اطول من الراس من فوق طول، خلاص يعني خلاص يعني حاجات هي كده في الشعر المستعار، يعني احنا لو بصينا لاخر الراس هنبص ان اخر الراس هنا كده، يعني لو بصينا لحجم الراس الطبيعي لا ان اخر الراس هنا والباقي ده كله اللي هو الشعر المستعار. شايفين يا جماعه واحد اذنه اطول من راسه، طبعا ده شيء من الحاجات اللي هي بتضر بالشكل الجمالي بالقطعه الفنيه. شايفين هنا الخد يا جماعه مع الوجه، شايفين مايل ازاي، شايفين هنا في ميل ازاي، شايفين هنا في بروز ازاي، شايفين حجم العينين مفيش اي تناسب بينهم، شايفين الانف اصلا يعني حوالي نصف حجم الوجه، شي حاجه تضر او مضره جدا بشكل الجمال الفني بتاع القطعه الموجوده. شايفين طبعا هنا في اليدين مفيش تناسب، وكل ده هنتكلم عليه في الحاجات المحاضره الجايه، احنا دلوقتي بنتكلم عن الراس وهنركز على الراس قوي عشان نعرف الاخطاء. شايفين القطعه الفنيه مدمره تدمير كامل، يعني حاجه تضر. لما اجي ابص بقى للحاجات الاصليه، شايفين يا جماعه العينين، شايفين الانف والتناسب الموجود، شايفين الفم، شايفين الاذنين يا جماعه تناسب رهيب، قطعة فنية غاية في الروعة والجمال. شايفين هنا يا جماعة لما نبص على تمثال شيخ البلد، شايفين النن بتاع العين موضوع ازاي، شايفين حجم العين يا جماعة، شايفين رغم ان القطعة معرضة او هي من الخشب وشايفين الخشب مدى يعني قدمه والتشققات اللي ظهر عليه، لكن قطعة فنية في غاية الروعة والجمال والدقة والاتقان. لما نبص هنا يا جماعة على الوجه في هذا التمثال، شايفين يا جماعة عنين العين، شايفين الذقن والتناسب مع حجم الوجه، شايفين الأنف، شايفين الفم، شايفين الأذنين وضعهم ازاي، شايفين الباروكة بتاع الشعر مستعار، شايفين يعني تناسب غاية في الروعة. تمثال حميونو المهندس المعماري الذي أشرف على بناء الهرم الأكبر، شايفين التناسب في ملامح الوجه. شايفين يا جماعة القطعة الفنية تتحدث عن نفسها، لا تحتاج الى تحليل فني ولا الى اظهار فني. شايفين يا جماعة مدى الروعة والاتقان والدقة، شايفين العينين، شايفين الانف طبعا رغم انها معرضة للكسر لكن بتدل على انف
تدل على العزة والكرامة وعلو مكانة صاحبها. شايفين الأذنين يا جماعة، شايفين الفم مدى مطبقه، شايفين ماشي ازاي، شايفين حتى الذقن المستعارة اللي هي مكسورة، شايفين حتى البقايا اللي فيها تدل على مدى تناسب الدقة الفنية الموجودة في القطعة الأثرية. شايفين رأس الجرانيت الأحمر الرهيبة اللي تدل على ملامح قوية وشامخة لصاحب التمثال، شايفين الخدين والتناسب الموجود بينهم، الفم المغلق، ابتسامة بسيطة ترسمت على وجه التمثال، شايفين الأنف والتناسب اللي فيها، شايفين العينين وطبعا الأذنين طبعا في تناسب تام. ونختم حلقتنا النهاردة بهذه القطعة الفنية اللي شرحنا عليها خلال المحاضرة. أتمنى من الله عز وجل إن احنا نكون قدرنا نوصل معلومة ليكو، بأتمنى من الله عز وجل إن أنا أكون وفقت في هذه المحاضرة. المحاضرات الجاية إن شاء الله بإذن الله هنستكمل مع بعض، وهناخد كل الطرق التي يمكننا من خلالها معرفة مدى صحة الأثر من عدمه. أنقل لكم تحيات إدارة صفحة ملك من السمنودي، صفحة الأولى على الفيسبوك للخدمات العلمية. كان معكم الدكتور نزيه سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في المحاضرات القادمة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان توصلكم باقي المحاضرات، وما تنسوش كمان ان انتوا تشوفوا الفيديو اللي مرفق اسفل هذا الفيديو في الوصف والمحاضرة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.